تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، سلاح السندات مقابل سلاح العقوبات، حرب بلا رصاص. في القرن العشرين أمريكا ابتكرت سلاح حقوق الإنسان. ده مش معناه إن مفيش حقوق إنسان، أو ما يقال حقوق الإنسان هو كله مجرد مؤامرات خارجية، لا، إنما ده معناه إنه في حقوق إنسان وينبغي أن تراعى حقوق الإنسان، إنما في استخدام سياسي لملف حقوق الإنسان. في القرن العشرين الرئيس كارتر هو الذي أسس بشكل كبير جدا هذه الفكرة الأمريكية، إن حقوق الإنسان مش بس قيم ومبادئ، وإنما سلاح وأدوات للدولة الأمريكية. سلاح حقوق الإنسان إدى فرصة لتدخل في دول كتير، ولا يزال يعطي الفرصة. السلاح الجديد في القرن الحادي والعشرين سلاح العقوبات، إن بدل استخدام السلاح النووي أو الدبابات والطائرات السلاح التقليدي، يبقى فيه سلاح اسمه السلاح الاقتصادي، وهذا السلاح هو سلاح العقوبات، إن أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية على دولة. العقوبات مش مجرد شدة صغيرة أو مجرد لوم لهذه الدولة، إنما ممكن يؤدي إلى إسقاط النظام وإسقاط الدولة تماما إذا استخدم سلاح العقوبات على نحو كبير. بقى سلاح مفزع في القرن الحادي والعشرين، إن أي دولة اقتصادها ماشي كويس أو معقول تواجه بالعقوبات الأمريكية، تلاقي بقى عملتها تراجعت، وبدأ اقتصادها يتراجع، والنظام يبدأ يتزعزع في الداخل. فالعقوبات الاقتصادية لم تعد عقوبات بالمعنى الكلاسيكي السابق، وإنما أداة اقتصادية عملاقة أو سلاح دمار شامل اقتصادي. روسيا تتعرض لسلاح العقوبات الأمريكي، الصين تتعرض لعقوبات أمريكية، بس مش اسمها عقوبات قوي، إنما هي حرب تجارية على الصين. تركيا تتعرض لعقوبات، إيران تتعرض لعقوبات كبيرة، كوريا الشمالية تتعرض لعقوبات كبيرة. يبقى إذن سلاح العقوبات بقى أداة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية من أجل تطبيق وتنفيذ المصالح الأمريكية حول العالم. طيب، الدول بقى اللي بتواجه بسلاح العقوبات بترد بإيه؟ بترد بحاجتين. البعض اللي بيمتلك عقوبات هو كمان بيعمل عقوبات على أمريكا، يعني أمريكا ترفع الرسوم الجمركية، الصين ترد بالمثل نفس الرسوم الجمركية. أمريكا تفرض عقوبات على دولة، دولة ترد بعقوبات على أمريكا. فإذا أحد أدوات رد الفعل هو إن حرب تجارية متوازية وعقوبات مقابل العقوبات. السلاح الثاني إن في سندات لبعض هذه الدول موجودة في أمريكا، السندات الأمريكية الاستثمار فيها، يعني الدولة تروح تشتري سندات أمريكية، هذه السندات هي بمثابة بتحفظ هذا المال وتدي عوائد. يعني أنا معايا مليار دولار كدولة، أخذ المليار دولار واروح أمريكا أشتري سندات أمريكية، هذه السندات لها فائدة، بستفيد من هذه الفائدة المرتفعة، وفي نفس الوقت أصل الفلوس المليار دولار موجودين في أمان عند أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأمريكي. روسيا ليها مليارات، واليابان لها رقم كبير جدا، والصين لها رقم كبير جدا، وتركيا لها مليارات، دول كتيرة حول العالم لها مليارات استثمارات في السندات الأمريكية. لو تم سحب هذه المليارات من السندات الأمريكية، تم بيع السندات، ده معناه مشكلة كبيرة جدا للاقتصاد الأمريكي، الميزانية الأمريكية تتهاوى، ويبقى في خطر كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي. هل بدأ البعض في استخدام سلاح السندات في مواجهة سلاح العقوبات اللي بتفرضه أمريكا؟ الحقيقة لما نشوف روسيا على سبيل المثال، روسيا تتعرض لعقوبات، وبالتالي الروس بالمقابل بدأوا يبيعوا سندات خزانة أمريكية. بعض من سندات الخزانة الأمريكية بدأت روسيا تبيعها. روسيا كان عندها من 8 سنين حوالي 176 مليار دولار، كان رقم كبير جدا استثمار
في السندات الأمريكية. هذا الاستثمار الكبير اللي هو أكتر من 170 مليار دولار في السندات الأمريكية، الروس بدأوا يبيعوا على مراحل، رابع مرة يبيعوا هذا العام، دلوقتي حاجة و40 مليار دولار، يعني رقم أقل كتير جدا مما كان في السابق. البعض بيقول لأن العقوبات الأمريكية على روسيا خلت روسيا العملة بتاعتها تضعف، الروبل الروسي يضعف، والاحتياطي أو احتياطي النقد الأجنبي بيتراجع، وبالتالي لازم الروس يزودوا الاحتياطي علشان يظبطوا العملة. يبقى نتيجة العقوبات الأمريكية ونتيجة انخفاض سعر النفط تراجعت العملة وتراجع الاحتياطي، يبقى لازم نضخ في الاحتياطي عشان نظبط العملة ردا على الموقفين دول، العقوبات وتراجع النفط. ده تفسير. في تفسير آخر إنه لا، الموضوع مش العقوبات ولا تراجع النفط، الروس أصلا بيسحبوا كل شوية سندات الخزانة الأمريكية، بيبيعوا كل شوية منها وبيحولوا ده إلى ذهب، فبقى عندهم رصيد أكبر من الذهب ورصيد أقل من سندات الخزانة الأمريكية. إذن ده ملف روسيا، في عقوبات أمريكية على روسيا، في رد روسي ببيع سندات الخزانة وزيادة الرصيد من الذهب في البنك المركزي الروسي. تركيا، تركيا في أغسطس 2018 في عقوبات أمريكية على تركيا، هذه العقوبات لأسباب سياسية، إنما في النهاية أدى إلى تراجع الليرة إلى مستويات قياسية. 2018 الليرة خسرت نص قيمتها تقريبا، والاقتصاد التركي بقى عنده أزمة كبيرة جدا. الأتراك باعوا سندات خزانة بأربعة مليار دولار لأنهم محتاجين فلوس، وجزء منه إظهار أنه رد فعل على الأمريكان والسياسة الأمريكية. كان عندهم كام؟ 32 مليار دولار اشتروا بيها زمان سندات خزانة أمريكية، باعوا بأربعة مليار، بقت عندهم 28 مليار دولار. دولة زي اليابان اللي هي تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية. اليابان عندها تريليون وشوية، إنما برضو في كام مليار كده اليابان بعتهم، لسه هم فوق التريليون لكن بتراجع كام مليار عما كان من قبل. نيجي بقى للصين، الصين بقى العملاق الاقتصادي، الصين أكبر مستثمر في السندات الأمريكية. الصين عندها قد ايه برضو؟ تريليون و200 مليار دولار، 1.2 تريليون دولار، رقم خرافي، يعني 1200 مليار دولار. الصينيين بقى ده بقى سلاح، يعني ده اخر ورقه عند الصينيين، لو وصلوا الى تصعيد كبير جدا مع الامريكان، مراكز بحث اقتصاديه بتقول ان دي بقى الورقه القاسمه او الضربه القاسمه لامريكا، ان هم ممكن يبيعوا 1.2 تريليون دولار في السندات الأمريكية. لكن طبعا ده الخيار الأخير، ده أشبه بإعلان حرب اقتصادية كبرى أو إعلان حرب حتى من غير اقتصادية على أمريكا. يبقى إذن موجز هذا التحليل إنه في سلاح اسمه حقوق الإنسان في القرن العشرين، في سلاح اسمه العقوبات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، في رد العقوبات الاقتصادية بسلاح جيد اسمه السندات الأمريكية أو سلاح السندات في مقابل سلاح العقوبات. الصين واليابان عندهم فوق التريليون دولار لكل دولة استثمارات هناك، الدول الأخرى عندها نسب أقل. الروس بيبيعوا، الأتراك بيبيعوا، اليابانيين بيبيعوا، الصينيين بيقولوا إحنا ممكن نبيع الكل لو حصل خطر كبير جدا اقتصاديا على الصين. في بقى دول أخرى، يعني أوروبا، الشرق الأوسط، دول في آسيا، في إفريقيا، أمريكا اللاتينية، تتأثر كتير جدا من هذه الحرب، سواء سلاح العقوبات اللي بيؤثر كتير جدا أو سلاح السندات، لا سيما سلاح العقوبات. يعني ممكن تكون حرب اقتصادية أو عقوبات أمريكية على إيران بأوروبا تخسر كتير جدا، عقوبات اقتصادية أمريكية على روسيا وأوروبا تخسر كتير جدا، وكذلك العالم العربي ومناطق كثيرة من العالم. احنا في إطار العولمة في تشابك كبير جدا بين المصالح الاقتصادية حول العالم. سلاح العقوبات، سلاح السندات، أخطر ما في القرن الحادي والعشرين،
من أشكال الحرب الاقتصادية. مصطلح استراتيجي جديد، رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة. يبدو المصطلح صعب، إلا أنه هيكون متداول في السنوات والعقود القادمة. مرة أخرى بنتكلم على رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة. ما هي القصة؟ وزير خارجية اليابان طلع في تصريح مفاجئ بالنسبة للروس، وقال أن روسيا بتطور رؤوس نووية منخفضة الطاقة، وأن ده خطر على الأمن والسلم العالميين. إلا أن الروس ردوا وقالوا إحنا ما بنطورش رؤوس نووية منخفضة الطاقة أو رؤوس نووية محدودة من أجل خوض حرب نووية محدودة، إنما اللي بيعملوا كده الأمريكان مش إحنا. مفيش في روسيا تطوير لقنابل نووية منخفضة الطاقة أو محدودة التأثير. اللي بيطوروا قنابل نووية تكتيكية أو منخفضة الطاقة أو محدودة في مساحة وعمق التفجير هم الأمريكان، وإن ده اللي عامل خلل في التوازن الاستراتيجي في العالم. الأمريكان بيقروا علنا إن هم فعلا بيطوروا أسلحة نووية منخفضة الطاقة، والأمريكان بيقولوا إن الروس بيطوروا، الصينيين بيطوروا، كوريا الشمالية كانت بتشتغل على كده، وإن التلاتة يمثلوا خطر على الأمن الأمريكي، وبالتالي لازم هم كمان يطوروا قنابل نووية أو رؤوس نووية منخفضة الطاقة. إذا الأمريكان بيقولوا مش إحنا اللي بدأنا، واليابانيين بيقولوا الروس اللي بدأوا، والروس بيقولوا الأمريكان اللي بدأوا، لكن في كل الأحوال بدأنا، العالم بدأ إنتاج رؤوس نووية منخفضة الطاقة. بدل ما هي قنبلة نووية كلاسيكية، في بقى أجيال ونسخ جديدة من القنابل النووية والرؤوس النووية، وإن هي أدنى درجة طاقة بتكون موجودة في القنابل النووية الجديدة، وبيكون الانحراف بالنسبة لها ممكن 30 متر 40 متر بالكتير، وبالتالي دقيقة للغاية. تأثيرها مش في فداحة، ليس في فداحة ولا خطورة القنابل النووية اللي كانت موجودة قبل كده، وإنما تأثيرها محدود. يدمر حي بكامله، مدينة صغيرة بكاملها، جزء من جيش بكامله، لكن مش التدمير الأسطوري للرؤوس النووية الكبرى، إنما بيجري ضبط مستوى الطاقة فيها إلى أدنى مستوى طاقة. عشان كده بيتقال إن هي رؤوس نووية منخفضة الطاقة، ده جديد الفيزياء النووية في العالم. إذن ده بقى موجود. الأمريكان في العقد النووية الجديدة قالوا هذا الكلام، قالوا إحنا بنطور رؤوس نووية منخفضة الطاقة. 2017 صحف كتير نشرت عن استخدام لأول مرة الطيارة F-16 في إن هي ترمي قنابل نووية أو رؤوس نووية منخفضة الطاقة. قبل كده F-16 ما كانتش ممكن تحمل قنبلة نووية، إنما حاليا تقدر F-16 طبقا لتجارب 2017 في صحراء نيفادا في أمريكا إن هم يرموا رؤوس نووية منخفضة الطاقة. الأمريكان بيشتغلوا إنه تجارب 2018، تجارب 2019، لكن 2020 تدخل الرؤوس النووية منخفضة الطاقة، منخفضة الطاقة تدخل إلى الجيش الأمريكي. إمتى؟ 2020. يبقى التجارب 17، 18، 19، إنما 20 تدخل هذه الرؤوس النووية منخفضة الطاقة إلى العمل والخدمة داخل الجيش الأمريكي. الروس والصينيين بيقولوا إيه؟ مراكز دراسات روسية وصينية بتقول إن إحنا أصلا مش هنعرف إذا كانت الرؤوس النووية اللي جاية من أمريكا ديت أو عبر صواريخ كروز من البحر أو غواصات نووية من تحت الماء، إحنا مش هنعرف إذا كانت هي منخفضة الطاقة ولا هي مكتملة الطاقة. إنما اللي هيحصل إن أي شيء نووي هيجي منخفض الطاقة ولا مش منخفض الطاقة هنرد عليه بكل الترسانة النووية اللي عندنا. وده اللي كتير من الكتاب في روسيا والصين ومراكز أبحاث قالته، إن في منظومة إنذار مبكر قوية جدا في روسيا وأمريكا، في روسيا والصين وطبعا في أمريكا،
ان اي طرف هيضرب راس سنووي ما يقولش بقى منخفض التكاليف، منخفض التكاليف مش منخفض التكاليف، الراس النووي ده هيتم الرد عليه بكامل الترسانه النوويه. اذا الروس والصينيين بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها راس منخفض ولا راس مش منخفض الطاقه، في كل الاحوال هيتم استخدام كامل الترسانه النوويه في الرد على امريكا لو ضربت باسلحه نوويه منخفضه الطاقه. اذا ده هو مصطلح الرؤوس النوويه منخفضه الطاقه. اليابانيين قالوا ان الروس طوروه، والروس قالوا الامريكان طوروه، والامريكان قالوا طورنا فعلا هذه الاسلحه عشان الكوريين الشماليين والروس والصينيين طوروه. في كل الاحوال اصبح لدينا جديد في الاستراتيجيه العالميه، الحرب النوويه المحدوده، القنابل النوويه التكتيكيه، الرؤوس النوويه منخفضه الطاقه. ثلاثة، لماذا اختارت مجلة التايم الأمريكية هذا الفندق في القاهرة أجمل فنادق العالم؟ في القاهرة يطل على الأهرامات فندق ميناهاوس الشهير، كان أوبروي ميناهاوس دلوقتي ماريوت ميناهاوس. هذا الفندق اختارته مجلة التايم الأمريكية من بين أفضل 100 موقع في العالم، مش كل المواقع فنادق، وبالتالي هذا الفندق أصبح بتقدير التايم من أجمل الفنادق في هذا العالم. فندق ميناهاوس هو بناه الزعيم الوطني العظيم الخديوي إسماعيل سنة 1869. كان في الأول استراحة استقبال كبار الشخصيات، إنما بعد كده تحول القيام بأدوار مختلفة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. ميناهاوس أو ماريوت ميناهاوس هو ملك الحكومة المصرية، إنما الإدارة فندق ماريوت. إنما هذا الفندق بإطلالته على الأهرامات اللي هي واحدة من أجمل ما يوجد في هذا العالم، خلى هذا الفندق موضع اهتمام النخبة في العالم على مر التاريخ، إن حلم كتير من القادة في العالم إن هم يروحوا هذا الفندق علشان يتأملوا الأهرامات العظيمة وهم داخل هذا الفندق الساحر المطل على الأهرامات. الرئيس الأمريكي روزفلت، الرئيس الأمريكي نيكسون، الرئيس الأمريكي كارتر، يعني آدي ثلاث رؤساء أمريكيين زاروا وأعجبوا بماريوت ميناهاوس أو ميناهاوس في ذلك الوقت، الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس جيمي كارتر والرئيس ريتشارد نيكسون. من بريطانيا الملك جورج الخامس والملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا، هؤلاء وغيرهم من الناس اللي هم راحوا ماريوت ميناهاوس وأعجبوا جدا بذلك الفندق الرائع المطل على الأهرامات، أجمل ما في العالم من آثار. أيضا الإمبراطورة أوجيني وملك المغرب الملك محمد الخامس وملوك السويد وأسبانيا وإيطاليا، كل هؤلاء من نزلاء ذلك الفندق العريق المطل على الأهرامات. السيدة أم كلثوم، بيل جيتس، مونتجمري، شخصيات أخرى عظيمة دخلت إلى هذا الفندق الرائع وانبهرت بذلك الكيان الأسطوري المطل على الأهرامات العظيمة. لابد أن وزارة السياحة تحتفي بقوة باختيار مجلة التايم، وإحنا مش محتاجين اختيار التايم، بس هي فرصة للمكانة الكبيرة للتايم في العالم، هي فرصة ان احنا نروج اكتر للسياحة في مصر وللأهرامات بان هذه المجلة اختارت هذا الفندق من بين اجمل فنادق العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.